اليوم 26 أوت، ذكرى أليمة وأليمة جدا تمر على الشعب الجزائري، ومست مئات من الناس، مئات من الأسر، وما زال البعض يعاني من تداعيات ما حدث في مثل هذا اليوم قبل 28 سنة بالضبط، بحيث على الساعة 10:45 دقيقة بتوقيت الجزائر يوم 26 أوت 1992 انفجرت قنبلة شديدة المفعول في صالة الركاب بمطار هواري بومدين، بمطار العاصمة، مطار الدار البيضاء. رسميا أعلنوا عن وفاة 9 أشخاص وجرح أكثر من 124 شخص، بعضهم جروحهم بليغة وبعضهم حتى توفى فيما بعد من الجروح، وبعضهم راه مازال يعاني من هذه الجروح. كنت يومها قاطع الطريق من طرابلس بالسيارة، من طرابلس في اتجاه الأغواط، مرورا بالجنوب التونسي والجنوب الجزائري. على الأرجح أني سمعت الخبر في حدود الساعة 1 أو الساعة 2 في إحدى الإذاعات الدولية، الإذاعات الخارجية، وصدمت بالخبر، لأن آنذاك كانت أعمال العنف ما زالت محدودة إلى حد كبير. لم تكن الجزائر قد شهدت ما شهدته فيما بعد، خاصة ابتداء من 94، ابتداء من المقولة البائسة لرضا مالك، وأعتقد أنها كانت في مارس 94، وهو مقولة على العنف، أن على الرعب أن ينتقل إلى الطرف الآخر. Il faut que la peur، أو على الخوم، على الخوف أن ينتقل إلى الطرف الآخر. Il faut que la peur change de camp. وبعد هذه المقولة بدأت أعمال بائسة، وتاريخ مليء بكوارث، مش هو الحديث عليها اليوم، وإنما الحديث بسرعة. أردت أن لا تمر هذه الذكرى الأليمة إلا ونتذكرها، وما فعل الجنرالات بالبلاد، بحيث كما اعترف محمد تواتي، الجنرال ماجور محمد تواتي، اعترف قبل 3 سنوات تقريبا في تصريح صحفي جابته بعض الجرائد، منها جريدة الخبر، وفيها يقول لم يكن هناك إرهاب قبل التصحيح كما يسموه، أو قبل وقف المسار الانتخابي، أي قبل الانقلاب 11 يناير 92. هذه العملية اتهم فيها فيما بعد أناس أبرياء على رأسهم حسين عبد الرحيم ومجموعة أخرى من الجزائريين الأبرياء، وفيها حشيشي أيضا وآخرين، وأعدم الأغلبية الذين أعدموا في هذه القضية، وما زال أحد الذين اتهموا ولم يعدم، وهو جمال العسكري، ما زال أسيرا سجينا منذ ذلك التاريخ. جمال العسكري هو كان يومها، أو كان في التسعينات 89 91، مقرب من عباسي مدني، وكان في الغالب يقوم بدور السائق له، وهو مهندس أرشيتكت، وترك ابن في إحدى تدخلاتي، ربما غلطت وقلت بنت، في الحقيقة ترك ولد واحد. هذا الولد الآن راه عمره يقترب من 30 سنة، لم يرى والده إطلاقا منذ أن كان رضيعا. جمال العسكري اللي نجاه هو أنه كان تدخل بعض الكبار المجاهدين لدى خالد نزار ولدى علي كافي لكي لا يعدم، لأن والده العسكري كان من أشهر قادة الثورة، وكان تقريبا هو قائد على مجموعة كبيرة مما ظهروا وأصبحوا في مناصب عليا، بما فيهم الشاذلي بن جديد وبما فيهم آخرين، كان قائد المنطقة الشرقية. لكن الاعتقاد الراسخ هو أن جمال العسكري دفع الثمن، ليس فقط باعتباره أنه كان سائق لعباسي مدني رحمه الله، وإنما لأنه كان أيضا ابن عمار العسكري،
وعمار العسكري كان يكره كبرانات فرنسا، وكان أكثر من مرة هاجمهم أيام الثورة ثم أيام الاستقلال، حتى أنه يروى أنه ضرب مرة نزار بكف، وأن هذا لم يغفرها له نزار أبدا. هناك حديث كبير في هذا الموضوع، أخونا رشيد مسلي المحامي يعرف القضية بتفاصيلها. خلاصة الموضوع هو أن مما رواه لي رشيد مسلي هو أنهم عندما ذهبوا، كان هو عنده قضايا أخرى وكان مع قاضي التحقيق ومع الدرك، في البداية كانوا مازال الدرك والقاضي التحقيق يتعاونون مع المحامين، فلما سألهم قالوا له أنه في الحقيقة الذين وضعوا القنبلة كلموا أمن المطار وأخبروهم أن قنبلة ستنفجر، وقبل حوالي ربع ساعة من انفجار القنبلة ما قامت به مخابرات المطار يومها هي أنها قامت بإخراج البوليس وإخراج الدرك وإخراج عناصر المخابرات، ولم تقوم بإخراج الشعب، وتركت القنبلة تنفجر في وجه الشعب. أي أن الذين ماتوا كلهم كانوا يا إما موظفين مدنيين داخل المطار، وإما ممن ينتظرون في الرحلة في اتجاه جهات خارجية، يعني كانوا مسافرين. السؤال هو لماذا لم يبلغوا الناس جميعا ويخرجوا الناس جميعا؟ على الأرجح أنهم كانوا يعرفوا أنهم مستفيدين من هذه العملية، هذا إذا لم تكن جهة معينة داخل جهاز النظام، داخل النظام، هي اللي قامت بها. إذا افترضنا أن اللي قاموا بها إسلاميين، فإن بكل تأكيد مخابرات الأمن، مخابرات المطار والمخابرات العامة استفادت منها وخلتها تنفجر في وجه الشعب. طبعا هذا لا يبرئ أي إن كان الفاعل، سواء كان من الإسلاميين المسلحين أو كان من العصابة أو من النظام، لا يبرئهم من هذه الفعلة ومن هذه العملية. لذلك من بين أهم الأشياء إن شاء الله لما تتغير وتسقط هذه العصابة ويأتي نظام شعبي حقيقي ودولة مدنية حقيقية، هي أن تكون هناك تحقيقات فيما جرى، من فعل ماذا بمن ولماذا ومتى وكيف، كل هذه الأسئلة يجب أن يجيب عليها الناس، فيما بعد الشعب يقرر ماذا يفعل، وليس ما سموهم بالمصالحة المخادعة اللي قاموا بها والوئام اللي قاموا به، وكان كله عبارة عن لف ودوران وخداع ومكر، ولذلك الناس عمرها ولا آمنت بما كان يقال من مصالحة ومن وئام إلى آخره. هذا الحدث يثبت لنا أن المسار اللي مشى فيه الحراك، وهو المسار السلمي، المسار اللاعنفي، المسار الذي يواجه العصابة ولكن بدون سلاح، يقاوم، يواجه، يناضل، يجاهد، لكن بأساليب مدنية لا عنفية، هو المسار الأصلح. بعض إخواننا سواء شباب أو آخرين أحيانا كثير ما يقولوا السلمية نتاعكم ما جابتش، السلمية نتاعكم ما جابتش. أي إذا كان السلمية مازال ما جابتش، فإن بكل تأكيد العنف كان سيؤدي إلى كوارث حقيقية، وعشنا في التسعينات وأدى إلى كوارث حقيقية. أنا دائما أقول، وهذا رأيي، وأعتقد أن الكثير من العقلاء يمضون في هذا الاتجاه، وأنه عندما يكون الخصم أو عدو الوطن من داخل الوطن، أبناء الوطن، مثل ما هو الحال اليوم، فإن كل الوسائل تكون صالحة للمواجهة ما عدا السلاح، ما عدا العنف المسلح. وعندما يكون العدو خارجي غازي من الخارج، فإن كل الوسائل لازم أن تكون على رأسها السلاح، كما حدث في الثورة الجزائرية. قد تتأخر السلمية في تغيير الأوضاع، قد تتعطل السلمية في تغيير الأوضاع، لكن بكل تأكيد أن ثمن السلمية أقل بكثير من ثمن العنف. ثم أثبت التاريخ أن الذين يأتون بالعنف يظلون بالعنف، الذين يأتون بالعنف إلى السلطة أو إلى الحكم يستمرون بالعنف. ما فيش تقريبا، هناك استثناءات قليلة جدا، بحيث أن جماعة أو مجموعة أو انقلاب أو جاء بالعنف ثم لم يحكم هو بالعنف.
احنا في 62 جماعة وجدة، بالرغم أنها لم تمارس ثورة كثيرا، يعني كانت في الخارج، أغلب عناصرها ربما لم يطلقوا حتى رصاصة واحدة في الداخل، ولكنهم جاءوا بالعنف في 62 واستمروا بالعنف. ومنذ ذلك التاريخ والشعب الجزائري لم يكفيه 132 سنة أنت عنف استعماري غاشم مدمر، ولكن جاء أيضا أبناء الوطن، المفروض أنهم أبناء الوطن، ومارسوا العنف ضده، وما زال العنف مستمر بطرق مختلفة. الآن طبعا العنف هو عنف ضد المجتمع ككل، عنف ضد الثقافة، ضد الدولة، ضد الشعب، ضد الاقتصاد، ضد كل شيء. الآن عنف بنيوي أكثر من أنه عنف فردي أو عنف شخصي. أو يبقى دائما أن السلمية بإذن الله هي المخرج وهي الطريق، مهما كانت طريقها طويل ومهما كان معاناة فيها، فإنها لا تقارن بمعاناة العنف. والعنف عموما شفناه الآن في بلدان أمامنا أيضا، ربما الناس اللي ما شافوش التسعينات في الجزائر شافوا ما حدث في سوريا وما حدث في اليمن وما يحدث في ليبيا وغيرها، من أن في النهاية العنف سيكون مدمر، حتى وإن كان مرات الشعوب ما عندهاش خيار في واقع الأمر. رحم الله كل من قتل مظلوما من أي جهة كانت وتحت أي تسمية كان في الجزائر، وبإذن الله ستقوم دولة الشعب والدولة المدنية وستقوم بمراجعة كل هذه الأشياء.